بسم الله الرحمن الرحيم، ارجعنا الآن نتكلم في الدرس المهم في الـ CSS أي الكاسكيد ستايل شيت، وهو الاكسترنال كاسكيد ستايل شيت، وهو هذا الإشي الأكثر عملية في الموضوع. كيف بنشتغل على القصة هذه؟ تعال ناخذ الآن ملف جديد، نقول فايل نيو، بنفتح الملف هذا وبنسمي هي في السيف، بنسمي الملف هذا في داخل المجلد. لاحظوا انا وين ما اقول واقف على المجلد تبع الموقع، بفتح مجلد في داخله بسمي المجلد CSS كاسكيد ستايل شيت، بحيث حيتضمن ملفات الستايل شيت، وباجي في داخل هذا المجلد بسمي الستايل شيت تبعي، بقول له الماي ستايل، ماي ستايل هو الستايل تبعي دوت CSS، او نقول له غزال ستايل، سموه اللي تسموه، مش مشكله التسميه تكون معبره، ولكن المهم الامتداد دوت سي اس اس. هذه نقطة مهمة جدا انا لازم انوه لها، ملف الستايل شيت امتداده مش اتش تي ام ال، بل هو امتداد دوت سي اس اس. طيب بنعمل سيف، هاي غزال دوت سي اس اس وبنعمله سيف. بنيجي الان في غزال دوت سي اس اس، بدي كيف اربط الان هذا الملف بهذا الملف. باجي انا عندي في النقطة هذه بقول لينك، بدي ايش؟ بدي انا افتح لينك، اللينك هذا بده يجي معايا بالطريقه هذه. شفتوا لو اجى اوتو كومبليت ريليتيف او ريليتيف، لكن حيكون عباره عن ستايل شيت نوعه تكست وستايل وسي اس اس كاسكيد ستايل شيت. طيب امتداد هذا الملف وين حيكون؟ حينحط في الاتريبيوت هايبر ريفرنس، يعني انا بدي اخلي الدوكيومنت اللي انا واقف فيه هذا الدوكيومنت يشير الى الدوكيومنت اللي فيه الستايل شيت. طيب وين الدوكيومنت اللي فيه ستايل شيت؟ اللي هو غزال دوت سي اس اس. وين موجود يا جماعه؟ موجود على مجلد السي اس اس سلاش غزال دوت سي اس اس. اصبح بقول له مجلد السي اس اس سلاش هاي غزال دوت سي اس اس. طيب بنعمل سيف، وتعالوا نحذف كل الكلام هذا اللي حكيناه ونحطه وين؟ نقول له كنترول اكس، ونيجي نستفيد منه في الاكسترنال. وهي الاكسترنال لاحظوا معايا حتى ما يصيرش لبس في الموضوع، في الاكسترنال مش حيكون عندي الستايل، يعني مش هذا كله مش حيكون عندي، فقط اللي حيكون عندي اللي هو التاج اللي هو اسمه السلكتور اللي حكينا فيها، والايش؟ وال شو اسمه؟ هاي كنترول زد، كنترول زد زد، بس هنا هاي هذه، وهنا هيك، وهنا جبنا الطريقة هذه، خلصنا هذا، بننزل اتش 1، يعني عملنا الان السيلكتور الاول هي البادي، حطينا فيه الاتربيوت، وبعد هيك قلنا هي بنحكي الاتش 1 وحطينا فيه الاتربيوت، وهنا اجينا قلنا الباراجراف، هي اجينا هاي الباراجراف، وفيش ستايل عندي بالطريقة هذه بالمناسبة، وبنسكر القوس، هي القوس مسكر لحاله، بس احنا هنا نقطة صغيرة هاي تاب وهاي تاب حتى نجمل ليش الشكل الاخراج. لاحظوا معايا الان غزال هو في ملف مستقل خارج اطار الملف تاع الاتش ام ال، في هنا اي ستايل فقط لا غير، هناك اللينك تاج، يعني اللينك اللي بده يشير لي على ملف الستايل شيت اللي بدنا ناخذ منه المؤثرات ونضعها في هذا الدوكيومنت. طيب في شيء هنا موجود، اصبح البادي هي عندي الخصائص تبعته، اتش 1 هي خصائصه، هي الباراجراف هي خصائصه، وهي احنا هنا الملف تبعنا بالطريقه هذه. مفترض الان يستقي ملف الاتش ام ال سي اس اس دوت اتش ام ال الستايل تبعته من هذا الملف. تعال نفتح ونشوف هل فعلا فتح الكلام هذا ولا ما فتحش. من خلال المجلد بندخل بنقول هي هنا اتش ام ال سي اس اس، اصبح جاب المين الستايل شيت، وهو ملف لا يمتلك اي ستايل، لا يمتلك انلاين ولا يمتلك انترنال، فقط يمتلك الرابط اللي بيشير على الاكسترنال كاسكيد ستايل شيت فايل. طب وين ميزته الثانيه؟ ميزته الثانيه تعال اقول لكم وين ميزته الثانيه. لو اجينا عملنا هذا كوبي ورحنا فتحنا ملف جديد، هاي فايل نيو، وسمينا الملف هاي اس، وقلنا هذا الملف عبارة عن student، هاي غزال student، غزال students.html. لاحظوا معايا، وجينا عملنا كنترول في، وجينا هنا غزال مش هوم بيج، غزال students،
هاي ستودنت، جبنا صفحة جديدة وهل وورد كذا كذا. الآن بشير هذا الملف اللي هو الاتش تي ام ال لأنه ياخذ الستايل شيت من وين؟ من الملف غزال. أصبح فتحت ملف ثاني أي صفحة ثانية وضعت اللينك حتى يشير لي على الملكان اللي موجود فيه الستايل شيت حتى ياخذ منه المؤثرات اللي بننظرها. تعال نفتح ملف غزال، هي اصبح انا عندي الان هذا ملف وهي ملف ثاني، هي غزال وينه بتكلم، هيو اصبح اخذ المؤثرات وما اخذش المؤثرات، اصبح اخذها مش من داخل الملف نفسه تاع الاتش تي ام ال بقدر ما انه عمل ارتباط على ملف ستايل شيت اللي هو اسمه غزال دوت سي اس اس واخذ منه المؤثرات وحطها في هذه الصفحه. لاحظتوا ايش الفرق؟ الفرق ان انا لو عملت 10 مواقع 10 صفحات في داخل موقعي 20 صفحه في داخل موقعي فقط ملف واحد او ملفات معدوده بقى اشير لهذه الملفات حتى اجر واخذ منها اللي هو الستايل شيت اللي انا بدي اطبقه على الشغل تبعي سواء الصفحه او مجموع الصفحات. هيك بنكون احنا وضحنا الستايل شيت بمستوياته الثلاثه اللي هو الانلاين والاكسترنال والانترنال، ووجدنا ايضا الأولوية لمن حتكون. إذا تداخلوا الثلاثة فالأولوية حتكون للإنلاين ثم الإنترنال ثم الإكسترنال. تعالوا نأخذ مثال صغير حتى نشوف هذه الأولويات ونخلص الدرس هنا. لاحظوا معايا في شغلة صغيرة واحدة اللي هي مين؟ هاي بدنا نتكلم على الباك جراوند تحت البادي. لو إجينا إحنا هنا في داخل الملف هي البادي وقلنا ستايل، هاي قلنا ستايل داخله حطينا باك جراوند بلو، بنجيب له بدنا نقول له باك جراوند عباره عن ريد، وضحت؟ بس بدي اغير الريد. شوف ايش اللي صار هنا، غزال انا هنا في غزال تحول ريد ولا ما تحولش ريد؟ طب وين البلو راح؟ اصبح البلو اتعارض، ركز معايا، البلو اللي هنا اتعارض مع القيمه اللي في الان لاين هذه وتقدمت الانلاين. اصبح لو بدنا نبدي او مش احنا البراوزر مين ببدي؟ بقدم بالاولويه الانلاين تاج عن الاكسترنال تاج وعن الانترنال تاج. وضحت معايا؟ وهيك احنا بنكون بالمثال شفنا الثلاث مستويات اللي بنستخدمها حتى نجيب الستايل شيت على ملفاتنا، وشفنا اذا تداخلت الامور فالاولويه هي للانلاين ثم الانترنال ثم الاكسترنال. هيك بنكون خلصنا الدرس بمستوياته الثلاثه اللي هو الستايل شيت بمستوياته الثلاثه وشفنا اولوياته وشفنا كيف السنتكس تبعته. بنتمنى تكون هذا الدرس سهل، وانتظرونا في الدرس القادم حنتكلم في موضوعات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.